صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد أصدر توجيهاته الكريمة للجهات المعنية لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية لمعالجة آثار الهجوم الإرهابي الآثم على المصلين الأبرياء في مسجد كريست تشيرش في نيوزيلندا مؤخرا، منوها بعظيم التقدير والارتياح بما قامت به السلطات النيوزيلندية من إجراءات وتدابير إيجابية في مواجهة هذا العمل المشين، وعلى رأسها السيدة جاسندا أردن رئيسة الوزراء منذ اللحظة الأولى لهذا الحادث المأساوي الأليم، والتي تعكس روح التسامح الحضاري الذي تؤمن به نيوزيلندا الصديقة.